أهلا بيكم في حلقة جديدة من هندسة مدنية وبس. خطوات تنفيذ نجارة الأعمدة: بيتم عمل تخشيب الأعمدة عن طريق وضع قوائم رأسية من العروق، وبيتم ربطها مع بعضها عن طريق ألواح من اللطزانة اللي هي البرندات والنهايز، والمفروض أنه بيحوط كل عمود 4 قوائم رأسية، وبيتم عمل صفين من البرندات، صف سفلي والآخر علوي على ارتفاع ما بيقلش عن 2 متر، وده لتسهيل الحركة. وبيتم شد خيوط الأكسات للمبنى من على الخنزيرة أو توقيع النقط الخاصة بالأعمدة عن طريق جهاز التوتال ستيشن، وبيتم عمل الحطة السفلية للعمود بواسطة ألواح اللطزان، وبتسمى عملية تحطيط الأعمدة، ويقصد بيها تحديد مكان كل عمود بواسطة الحطة. ونلاحظ ان مقاس الحطة للعمود بيكون اكبر من مقاس خرسانة العمود بقيمة 5 سنتي في كل اتجاه، وهي سمك الواح التجليد من الجهتين. وبيتم عمل الحطة العلوية للعمود فوق الحطة السفلية تماما وفي مستوى البرندات العلوية، وبيتم وزنها رأسيا بميزان الخيط مع الحطة السفلية. بيتم تجليد العمود من 3 جهات، وبنسيب الجنب الرابع بدون اي تجليد علشان يقدر الحداد يدخل منه الحديد داخل العمود ويخلص شغل الحدادة، وبيتسمى الجنب المفتوح بباب العمود. وبعد ما بينتهي الحداد من تركيب حديد الأعمدة بيقدر النجار يقفل باب العمود، ويراعى ان عند تنفيذ باب العمود انه يسيب احد الواح التجليد بطول اقصر من باقي الالواح بحيث ينتهي اللوح عند منسوب صب خرسانة العمود. والتحديد منسوب صب كل عمود يجب معرفة منسوب العنصر واللي هيتم تنفيذه فوق العمود، كمرة أو بلاطة، ويجب معرفة منسوب أعلى الكمرة أو البلاطة من الأسفل بحيث يكون منسوب صب العمود هو نفسه المنسوب السفلي للعنصر واللي هيتم تنفيذه فوق العمود. ويجب ملاحظة أنه إذا تم صب العمود بمنسوب أعلى من المطلوب أننا هنحتاج فيما بعد أننا نكسر الجزء الزايد أعلى العمود، أما في حالة إذا تصب العمود بمنسوب أقل من المطلوب فهنحتاج فيما بعد أننا نصب الجزء الناقص من العمود مع السقف واللي بيتسمى رقبة العمود. بعدها بيتم تقوية العمود جيدا، وده من خلال عمل أحزمة من العروق وألواح اللطزان، وده حوالين كل عمود وتربطهم كويس جدا بواسطة القمط، ويجب أن ما تزيدش المسافة ما بين الأحزمة المتتالية عن 50 سنتي. وكل ما زاد قطاع العمود كل ما احتاجنا زيادة التقوية للعمود. بالنسبة للأعمدة الدائرية بيتم تقويتها عن طريق لف عدة أسياخ من الحديد قطر 6 ملي أو 8 ملي، وده حوالين مقطع العمود واللي بيطلق عليها زرجينة بلدي. إذا كانت الأعمدة لدور متكرر علوي فيجب وزن الأعمدة الخارجية أعمدة الداية، وده مع الأعمدة الموجودة في الدور السفلي. خطوات استلام نجارة الأعمدة: بيتم مراجعة مقاس قطاع كل عمود مع مراعاة أن مقاس نجارة العمود بيكون أكبر من مقاس الخرسانة بخمسة سنتي في كل اتجاه، وده نتيجة سمك ألواح التجليد. وبيتم قياس المسافات البينية ما بين كل عمود والعمود اللي بعده، وده في الاتجاهين. وبيتم مراجعة اتجاهات الأعمدة وأماكنها ومطابقتها باللوحات. بيتم شد خطان موازية لخيوط الأكسات على أوجه الأعمدة، وده للتأكيد على استقامة الأعمدة الموجودة على كل أكس. بيتم وزن الحطة السفلية مع الحطة العلوية لكل عمود من الجهتين، ويراعى أن ما يتمش الوزن من جهة باب العمود. في الأدوار العلوية يجب أن احنا نوزن الأعمدة الخارجية مع أعمدة الدور السفلي، وبيتم مراجعة تقوية الأعمدة جيدا، وبيتم مراجعة مناسيب صب الأعمدة وخاصة أعمدة السلم اللي هي شمعات السلم. ملاحظات هامة: مقاس حطة العمود لعمل النجارة بتكون أكبر من خرسانة العمود بخمسة سنتي في كل اتجاه، وده قيمة سمك ألواح التجليد من الجهتين، على عكس حطة العمود لعمل أشار الحديد بالقواعد بتكون أقل من مقاس خرسانة العمود بخمسة سنتي في كل اتجاه، وده قيمة الغطاء الخرساني للعمود من الجهتين. بتتكون حطة أي عمود من 4 ألواح من خشب اللطزان، منهم قطعتين بيطلق عليهم اسم الحطة الثابتة، وقطعتين بيطلق عليهم اسم الحطة العيرة، وبتكون الحطة الثابتة هي الحطة القريبة من أكس العمود، وهي اللي مش بنقص أو بنقلل قطاع العمود من ناحيتها، لكننا بنقص أو بنقلل قطاع العمود من ناحية الحطة العيرة فقط. ومن المهم جدا أن يتم استلام مقاسات ووزنات الأعمدة، وده بس من جهة الحطة الثابتة، وده لأن الحطة العيرة بيكون فيها نسبة خطأ
مسموح به، ومش بتعتبر مقياس لدقة أعمال النجارة للأعمدة. قص الأعمدة المقصود به تقليل أبعاد العمود كل دورين للمباني المرتفعة. أحياناً وعند تجليد عمود بألواح اللطزانة بنلاقي فرق بسيط في أبعاد العمود بعد التجليد، وده بيحصل لأن مقاس بعض الألواح يكون فيه زيادة أو نقصان قيمة 2 ملي، وده نتيجة تمدد وانكماش وتقوس الأخشاب بفعل الحرارة والرطوبة. فمثلاً لو جمعنا عدد 8 ألواح لطزانة بعرض 10 سنتي، فالمفروض ان يكون اجمالي عرضهم هو 80 سنتي، ولكن في حالة ان اللوح الواحد يكون ناقص قيمة 2 ملي هيكون العرض الفعلي للعمود 78.4 سنتيمتر بدل 80 سنتي. وممكن يحصل العكس ان اللوح يبقى زايد 2 ملي، وده مش بيعتبر خطأ في التنفيذ ولا بيتم رفض الاعمال بسببه، لكن يجب مراعاة ان يتم ضبط مكان الحطة الثابتة تماما، ويكون اي ترحيل من جهة الحطة العيرة فقط. عند قياس المسافات البينية ما بين الاعمدة عند الاستلام ممكن ان احنا نقيس المسافات دي اما جوه جوه او بره بره او بره جوه، وده حسب مكان الحطة الثابتة لكل عمود، وده اللي احنا كنا اتكلمنا عليه ان الحطة الثابتة هي الاقرب لاكس العمود. غالبا بتكون اكسات الاعمدة اما على بعد 6 سنتي او 12 سنتي من وش العمود، وده بيبقى على حسب سمك الحوائط ان كان 12 سنتي او 25 سنتي. بيطلق مصطلح تخانة في اعمال النجارة على اي سمك او ترحيل او مسافة قيمتها 2.5 سنتي، حيث بترمز كلمة تخانة لتخانة الالواح واللي بتكون 2.5 سنتي. الشدة المصرية والشدة السورية للأعمدة، اللي سبق وشرحناه هو الشدة المصرية. أما في حال تنفيذ نجارة الأعمدة بطريقة الشدة السورية فمش بيتم ربط الأعمدة مع بعضها البعض، حيث أن بيكون كل عمود مستقل بذاته ومتثبت بس بشكلات مايلة من الأربع اتجاهات. بتتميز الشدة المصرية عن الشدة السورية من حيث المتانة، وبتتميز الشدة السورية من حيث السرعة وسهولة التنفيذ. المصطلحات المستخدمة في تنفيذ نجارة الأعمدة: تخشيب الأعمدة ويقصد بيها عمل الشدة الخشبية تمهيدا لتجليد الأعمدة، تجليد الأعمدة وهو عمل الأجناب الخشبية للأعمدة، الأوايم الرأسية هي عروق بتوضع رأسية لتثبيت شدة العمود فيها، البرندات وهي ألواح لطزانة بتستخدم لتربيط الأوايم مع بعضها البعض، الحطات وهو عبارة عن أربع ألواح من خشب اللطزان واللي بتحدد مكان كل عمود، وبيتم عمل حطة سفلية وحطة علوية لكل عمود، الأحزمة وهو عبارة عن تقوية الأعمدة عن طريق وضع أربع قطع من العروق، وده حوالين العمود بشكل أفقي وربطهم بالقمط، باب العمود وهو جنب العمود اللي بيتم تقفيله بعد الانتهاء من أعمال الحدادة، الشمعة وهو العمود القصير زي الموجود أسفل صدفة السلم الوسطى. كان معكم المهندس جورج هاملتون من هندسة مدنية وبس. أتمنى أن الفيديو يكون فاتكم ونال إعجابكم.